وينضم لنا من غزة هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي. سيد هاني، أهمية هذا القرار الذي يدين إسرائيل يوم أمس في الجمعية العامة، ولا أي مدى يمكن اعتباره انتصار لفلسطين وللشعب الفلسطيني؟ نعم، من الواضح جدا أن الجمعية العامة وخلال الأسابيع الأخيرة أو الشهور الأخيرة على الأقل اعتمدت عدة قرارات لصالح القضية الوطنية الفلسطينية، خاصة تلك القرارات التي فشل المجتمع الدولي في إقرارها من خلال مجلس الأمن. وأشير في هذا الصدد القرار أو مشروع القرار الكويتي نعم، الذي تم التصويت عليه مؤخرا في مجلس الأمن، واعترضت فقط الولايات المتحدة عليه من خلال الفيتو. استخدام حق الفيتو. الآن الجمعية العامة تنتصر مجددا للقضية الوطنية الفلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي تتولى الأمم المتحدة مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني نتيجة لإدانة الاحتلال على استخدام القوة المفرطة من أثناء المواجهات في قطاع غزة، وكذلك المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. طيب، على ذكر هذا الانتصار للشعب الفلسطيني، كيف يمكن ترجمة هذا القرار على الأرض في ظل المعطيات القائمة وفي ظل التهور الإسرائيلي واستعمال القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني؟ يعني هذا هو السؤال الهام. لذلك تضمن مشروع القرار، أو على الأقل من الشروحات التي تقدم بها وفد فلسطين إلى الجمعية العامة، بأنه الآن وبعد اتخاذ هذا القرار على الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة أن يتقدم خلال 60 يوما بمشروع يوضح فيه كيفية تنفيذ هذا القرار. من شأن تحديد مدة زمنية أن يضع على عاتق الجمعية العامة والأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ هذه القرارات. لابد من التنويه هنا أن الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح فلسطين تشير بشكل واضح على أن الرأي العام على المستوى الدولي وكذلك على المستوى الرسمي والبرلمانات الدولية هي المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار. يضاف إلى ذلك وأهمية هذا القرار أنه سيدعم الموقف الفلسطيني لدى الجمعية الجنائية الدولية التي رفعت فلسطين مؤخرا عدة ملفات من أجل جر القتلة الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية. كذلك سيدعم الموقف الفلسطيني في حال توجهت إلى العدل الدولي، وهو ما أشرت إليه بعض القيادات الفلسطينية من أنها ستتوجه طيب. إلى سيد محكمة هاني، العدل الدولية إضافة إلى الجنائية الدولية. صحيح ما تفضلت به صحيح. يعني هل كيف يمكن استثمار والبناء على هذا القرار في ظل تصويت أغلبية الدول الأجنبية والغربية على هذا القرار، وكيف يمكن اعتماده من أجل الاعتراف بدولة فلسطين والقدس عاصمة لها؟ يعني الآن ممكن يجب استثمار هذا الوضع الداعم للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي من أجل الضغط على كافة الدول، خصوصا الدول التي صوتت لصالحنا لصالح القضية الفلسطينية، من أجل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بدولة فلسطينية في المناطق المحتلة عام 67، وتحديدا الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية في مواجهة مع القرار الأمريكي باعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للدولة العبرية. من هنا أعتقد نعم. استثمار هذا القرار من الممكن أن يكون على الصعيد السياسي والدبلوماسي نعم. من أجل إنجازات على الصعيد الوطني الفلسطيني في بشأن العاصمة الفلسطينية في القدس المحتلة. كنت معنا من غزة سيد هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.